يعني يوحي انه انت فعلا كاني داخل على يا غلوي وفادي يا ابني بمثل غلو بريك، ولا باقي الا شوي وسيل الدمعه. شعفني غزال مع هالصف، ما قد سيق وتقرع عليها الناس والفتح والجمعة. يا ربع ما تحسون طفش شوي؟ لا لا والله مو طفش ولا هو يحزنون، صوت متعب. عنده خطه اي كله طفش. يا شباب بعد اذنكم عندنا لكم ضيافه. زين زين اقول والله ندلعكم. زين وهقوه رجال، جات رساله في البيز بيسوي فعاليه ولا بيسوي شيء، قال ما تحس انه طفش؟ لا والله شوف ابو فالح زين زين ابو ماجد ايش قلت لك؟ كيف جنبك يسمعون؟ ابو ماجد ابو ماجد عاد عندي صداع. وش قلت لك؟ كيف جنبك يسمعون؟ والله ما في محمد ما سمعت ابو ماجد. اول شيء لازم انتم ضيافه لكم يا محمد. عايض سكتت لي مخاطري داروا هي اللي داروا اليتيم، لكن بعطيكم واحد ثاني منكم. اسلم اسلم روح. زين منك فايد منك فايد ايش طرقي؟ ايش قالوا؟ تشتت يا ريت. ايش تريدون؟ الحين طالبينك اياها عاد عاد حاضر. لا والله اللي في بالي لا. يا اخي المسواك اسمع اسمع دام ما بتاثر على رفيقنا. إيه لقف النار وقبل الليل ما داني، معي ضيق صدر من تغلى قلب اشفاقي. سقى الله ضحى ذا اليوم والعصر لا تسقي، نهار اجتمع حل فيها تفرقي، إلى أقفى النهار وقبل الليل ما داني، معي ضيق صدر من تغلى قال اشفاقي. سقى الله ضحى ذا اليوم والعصر لا تسقي، نهار اجتمع حل فيها تفرقي. الله وانت بالتالي يا ابو سراج ما جي لهم بعد. لا على الطلاق، لا على الطلاق اني نقطة من بحركم والله.